هشام ساعات المدرب مهما كان اللعيب نجم قدامه بيبقى بيلعب اللعيب نفسيا. هل ممكن الكلام اللي بيرده يقدر يوصل لنا رساله او يوصلك رساله ان صلاح حاسس ان هو في الكومفورت زون بتاعه في منتخب مصر، مش حاسس باي خطوره ان هو يقدر ممكن ان هو يطلع اي وقت؟ يعني كلنا واحنا بنلعب مهما كان احنا مستوانا وصل فين ولعبنا فين، كنا في وقت من الوقت حاسين ان انا لو مش كويس النهارده هطلع هتغير. صح. فده بيخليني ان انا برضو اموت، ولا ما فيش البديل اللي يقدر ان هو ينزل ويقوم بنفس الادوار؟ لا عندنا بدلة، بس هي المشكله قدام موزمبيق مثلا. هو مين قال لفيتوريا ان المشكله كانت في عمر كمال مكان هاني او مرموش مكان تريزيجيه؟ المشكله الاساسيه كانت في نص الملعب. صح. بدليل ايه؟ ان انت جاي في الدقيقه 66 بتنزل عمر كمال ومرموش وسايب نص الملعب. صح. بتلعب امام امتى؟ ده نزل امام وطلعت نني امتى؟ تمام. ولما زقيت كوكا جنب مصطفى محمد عشان تلعب باتنين رصاد حربه طلعت احسن واحد بيعمل كلوسات في مصر زيزو. فتركيبه غريبه جدا، وكان زيزو ابتدى يفوق على فكره. صح. يعني العشر دقايق اللي قبل ما زيزو يتغير كان ابتدى يخش الجيم وابتدى يعني هو زيزو عميده قوته ايه؟ انا وينج، انا وينج. لو انا مش هلعب وينج ما تدخلنيش في التشكيله. لو انا مش هلعب وينج، يعني انت لو هتلعب 4 4 2 صريحه زيزو لازم برجله. خلاص خلاص، محمد صلاح هو 9 ونص تحت مصطفى محمد. خلاص هلعب بزيزو. لو زيزو مش هيلعب جناح خلاص، لان زيزو مش ضل محمد صلاح ان انا بلعب في منتخب عشان ادافع لصلاح. في مشكله كبيره جدا يا ميدو، ردا على ديودار في النقطه دي. تفتكر يا ديودار مصر فيتوريا ده كان الماتش ال15 ليه يا ميدو؟ 15. مشكله فيتوريا الاساسيه يا ميدو نص الملعب، مش عارف مين اللي يلعب. يعني بيغير النص ملعب كتير. طب شوف لنا الارقام يا جماعه. مصر 15 مباراه مع فيتوريا ميدو عمل 11 تركيبه في نص الملعب. اكتر خط في نص في 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 في, في الثلاث خطوط بتوع منتخب مصر فيهم دربكه وازعاج وما فيهمش اي تشكيل واضح نص الملعب. تخيل انا جايب لك عدد الدقائق بتاع كل لعيبه منتخب مصر، الدقائق اللي لعبوها. ظالم امام عاشور بشكل كبير جدا جدا، لاعب 240 دقيقه مش مقتنع بيه. من اقل اللعيبه اللي لعب معاه. انا عندي احساس انا عندي احساس ان فيتوريا مش مقتنع بامام عاشور. بص مثلا ايه، وده وصل للعيبه على فكره والله، ما عشان كده كان فاقد الثقه لما نزل. طبعا. بص انت عندك مين اكتر واحد شارك معاه في نص ملعب؟ احمد السيد زيزو 741 دقيقه. حمدي فتحي رقم 2 682. محمود حماده فين هو في المنتخب دلوقتي؟ قاعد بره البعثة في المدرجات. 627. طارق حامد اللي مصر فقدت طبع اهم لاعب ليها 575 دقيقه. اللي بعده محمد النني، وهنا هقول لك حاجه بس، 573. مروان عطيه 302. امام عاشور 240 دقيقه. مهند لاشين 99 دقيقه، ده بعد ماتش امبارح. هقول لك بقى حاجه، احنا كلنا بنقول زيزو وامام صح؟ عمرهم في ال 15 مباراه ما لعبوا جنب بعض. تاني حاجه، هو عنده عقيده ان اللي بيلعب ست عنده، كلنا نقول حمدي فتحي ست ما بيلعبش، اللي بيلعب ست نني مروان عطيه مهند لاشين وطارق حامد. هو بيعامل حمدي ان هو 8، بيعامل كل الناس دي ان هي 8. المشكله بقى اللي انا عايز اقولها لك ان النني الناس كلها بتقول لك ما يلعبش ماتش جاي، النني ما خرجش ورا مره من الملعب، لعب كل الماتشات 90 دقيقة ما عدا ماتش ودي خرج فيه، وامبارح كان أول مرة في ماتش رسمي يخرج بره الملعب. ده محمد النني بالنسبة له إن هو بيلعب. دي الصورة اللي أنا بقول لك عليها يا كابتن. بس مين قال لك إن هو بيقول نمبر 1؟ لا ما هو بيقول لك رقم واحد. الجمهور خد بالك في الماتش كان كله زي ما على منتخب مصر في الملعب. عشان عايزين منتخب مصر يطلع. عايزين يطلعها. أيوة. طبعًا إيه؟ طبعًا ما أنا عارف. فأنت بدأ، أنا كان ردي إن فاضل دقيقتين خد الكرة واجري يعني. اخد الكرة واجري. لكن الحالة تبين ده. الحالة الفنية عند محمد صلاح المفروض فاضل دقيقتين ده نلعب لحد اخر ثانية. خد بالك في الاكسترا تايم انت دلوقتي انا مشبه الماتش ازاي يا هشام؟ مشبه الماتش بفريق بمنتخب موزمبيق ناشئ عنده 20 سنة بيثبت نفسه، عنده روح، عنده اصرار، بيلعب فريق عنده 40 سنة معتمد على اسم، معتمد على خبرات. هو ده اللي حصل بالظبط. منتخب مصر بيتعامل في اللعيبه جوه الملعب ان هم اسامي. بس انا عمره ما منتخب مصر كان كده. بس انا يعني بص، كل الكلام اللي انت بتقوله ده مهم جدا، لكن انا بتفق مع هشام في نقطه مهمه جدا، ان كوندي مدرب موزمبيق تفوق على فيتوريا. في حاجات انا بتفرج عليها بعين المدرب،
لان دي شغلتي بتفرج عليها بشوف. النهارده في حاجات تفاصيل صغيره اتعملت في الملعب. الراجل كان رد فعله سريع جدا لاي تغييرات بيعملها فيكتوريا، وعلى العكس تماما الراجل لما بيعمل حاجه في الملعب كان فيكتوريا رد فعله بطيء جدا. فهقول لك مثلا دودار، احنا لعبنا ب 4 4 2 فلات الشيب بتاعنا واحنا معناش الكره منتخب مصر. راح الراجل على طول مسقط لعيبه من لعيبه الدايره وراح قلبها ثلاثه، يعني واحد هم بيبداوا الهجمه ثلاثه ورا، وراح فارش الملعب على مصطفى ومحمد صلاح، وبقى بيغير اللعب. ده نمره واحد. نمره اتنين لما قلبها اول، يعني هو راح قلبها ثلاثه ثلاثه اربعه بين الشوطين قلبها ثلاثه. واحنا كمان نزلنا كوكا، لما نزلنا كوكا رد الفعل بطيء جدا بتاع فيكتوريا. ومش مع احترامي الكبير لكوكا، والله ما في حاجه مع كوكا، لكن كوكا لعيب شبيه جدا، شبيه لمصطفى محمد. نزل كهربا في الزحمه دي يقدر يخطف لك حاجه او زيزو يرفع لهم. وكهربا طريقه لعبه ان هو هينزل تحت مصطفى محمد سنه، فيبقى عندك كذا اوبشن. او مصطفى فتحي مصطفى فتحي في الزحمه، وفتوح في الزحمه وامام. خلي بالك انت عملت 4 تغييرات من 5، فانت كان لازم في التغيير الاخير ده كنت لازم تنزل فتوح، كان لازم ينزل. وكان مصطفى فتحي، انا وجهه نظري يعني، كان مصطفى فتحي ينزل مكان كوكا، وصلاح بيفضل يلعب تحت مصطفى محمد. مصطفى فتحي الوحيد اللي في مصر اللي عنده حلول، اللي هو في الزحمه هيعرف يعمل حاجه. والله يا جماعه انا ده في حاجه برضه يا كابتن، معلش، هو عمر كمال برضه انا حاسس الحاله البدنيه بتاعته مش كويسه. ده نزل بثلاث عرضات عمال يعمل بالشمال، بس كان احسن من هنا. نعم والله احسن من هنا. والله خلي بالك، هو قصده توفيق شخصيته في الملعب. بص احنا كلنا اكرم توفيق مهما كان وحش هيديك بقى، هيديك تدور رجع، خد بالك، وهيفوق الناس اللي حواليه. ممكن اكرم توفيق ما ينفعكش في المجاميع، بس اكيد كان هينفعك بعد المجاميع لما تلعب قدام وينجرز. يعني انا عارف ان الكلام متاخر شويه، بس كان لازم يبقى اكرم طارق وعبد الله. معلش انا اسف، عبد الله السعيد لو كنت محتاجه في اخر ربع ساعه امبارح كانوا بيضحكوا علينا واحنا بنقول الكلام. يعني الناس كانت زعلانه مننا احنا بنقول له عبد الله لازم يبقى موجود. بقول لك ايه، معلش، ليه زعلانين؟ لا، عبد الله بتقول لك عبد الله وحاجه، انت امبارح ما كنتش محتاجه اخر ربع ساعه. عبد الله السعيد ومصطفى فتحي لو موجودين امبارح في الملعب اخر ربع ساعه تكسب طبعا.